نعرف كتير من الناس بيلفوا التاريخ أو بيعبروا مراحل التاريخ، نعرف كتير من الناس بيأرخوا للأحداث وياخدوا التاريخ تحليلاً وتدبيراً، ونعرف ناس تانية بتطوف البلدان شرقاً وغرباً، إنما هو تاريخاً وجغرافيا ذاكر البلد دي، هو درس وأحب وكتب وقرأ تاريخاً وجغرافيا عن البلد دي. والتاريخ مش قصدي تاريخ حديث أو تاريخ دولة إسلامية أو رومانية أو قبطية أو فرعونية، لا كله مع بعض. الحقيقة إنه رسمياً يعني معاه إثبات إنه فارس بجد، ورسمياً معاه ورقة أو إثبات بإنه قائد، إنما فارساً وقائداً في الأوسمة التي حصل عليها. حصل على وسام قائد من الجمهورية الفرنسية، وهو وسام لا يعطى إلا لقليل جدا من المبدعين أو أصحاب الأسماء الكبرى في مجالاته. الحقيقة أنه هو النهاردة مش بيحمل وسام فرنسي وفقط، إنما بيحمل وسام كرس له حياته كلها، هو محبته للبلد دي ودراسته لها. ما كلنا بنحبها، كل واحد بطريقته، كل واحد على قد معلوماته، إنما هو محبته كبيرة ومعلوماته كتيرة وكتاباته أكثر وأعمق وأفخر من كتير من الكتاب. معانا الأديب الكبير المصري الذي تعرف قيمته الدنيا، الأديب جمال الغيطاني. مبروك على الوسام الجديد، وسام قائد. انت مالك داخل في الرتب كده على طول، فارس وقائد و 87 خدت وسام فارس من فرنسا للاداب والفنون. وبعد 27 سنه تقريبا يعني ترقيت بقى في مرحله اعلى. اللي على الجاكيت ده هو الوسام ولا ده حاجه ثانيه؟ لا لا لا، ده حاجه خاصه جدا، دي ميدالية او يعني يصممها الفريق عبد المنعم خليل. الفريق عبد المنعم خليل واحد من ابطال مصر، كان قائد الجيش الثاني في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر. وهو القائد الوحيد اللي على قيد الحياة من الأبطال اللي عبروا بالفرق الخمسة قناة السويس في 73. فهو كان عامل شعار للجيش: مصر أولا. ده كان الواحد بيقراه في الجبهة. ده أنا فاكر الشعار ده جديد، الشعار ده موجود من أيام حرب الاستنزاف؟ من أيام حرب الاستنزاف، هو كان يعني صاغه وأصبح ده شعار الجيش الثاني. هو عبارة عن رأس جندي مصري ومكتوب مصر أولا وسينا. فالحقيقة ده من الحاجات اللي أنا بعتز بيها جدا ودايما بلبسه، لأنه هو اللي لبسه لي. إيه ده؟ وده لبسه لك إمتى؟ سنة كام؟ السنة اللي فاتت. أنا افتكرت من زمان. لا 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 لا، ده هو عمله في السنوات الأخيرة دي بس. إنما بقى حضرتك يعني لا كنت قائد جيش تاني ولا حاجة، وبقيت قائد وأخدت الوسام. يعني قائد في الأدب. الوسام ده حصل عليه نجيب محفوظ؟ بعد نوبل. بعد نوبل؟ طب يا رب يبقى بشرة خير يا أستاذ هو جمال. هو أرفع وسام فرنسي في مجال الأدب والفن. يعني هو وسام أوفيسيه، يعني ضابط أو عظيم قائد. أو قائد، يعني حاجة زي كده. حضرتك أخدت طبعا جوائز وأوسمة كتيرة في فرنسا عن أعمالك الأدبية، سواء بشكل محدد أو عن مجمل الأعمال والمسيرة. فافتكرتك بتعرف تتكلم فرنساوي بقى فظيع، قالوا لي يعني لا هو فرنساوي معقول، مش يعني بفهم، يمكن أقدر أقرأ كمان لأن أنا علمت نفسي بنفسي. لكن ماجدة زوجتي فرانكوفونية،
يعني يمكن ده اللي كسلني عن ان انا اتعلم فرنساوي. الاستاذه الكبيره ماجده الجندي نعم. هي بقى هي شغاله زوجه وصحفيه ومترجمه بعد الظهر ليك. الى حد كبير. يعني لما يكون في نص فرنسي انا حريصه اقراه في لغته الاصليه هي بتقراه لي. دايما اللغه الفرنسيه ارتبطت عندي بالحب. يعني كل قصص الحب اللي مريت بيها في حياتي كانت فرانكوفونيه. ايه ده والله؟ والله. يعني ومع ذلك ما تعلمتهاش، يعني ما لم أتقنها يعني. طيب حضرتك دخلت في عمق اللغة، في تعبيرات كده عليها صك جمال الغيطان، بمعنى أنه في جمل وتركيبات في السرد لا يمكن حد يكتبها زي جمال الغيطان، ولا يجرؤ ولا يجي في خياله أنه يكتبها كده. أنا ما فيش في ذاكرتي مثال محدد، بس أنا فاكرة أن أنا مثلا وقفت كتير جدا عند التجليات اللي أنت كتبتها. التجليات. وأنا فاكرة في يوم سألتك هو أنتوا قعدتوا بترجموا التجليات دي إزاي؟ يعني لما تتكلم على أشخاص بتستحضرهم من عالم آخر ومن أيام أخرى وتقول دي التجليات، لا جمال الغيطاني احنا للاسف يعني احنا في المدارس ما بيعلموناش ده. هي اللغه في كتابه التجليات بالذات بطل، يعني عنصر اساسي، وده راجع لعلاقتي باللغه. يعني انا بعتبر اللغه دي زي الكائن الحي، بس كائن ما بيتكررش. يعني دايما يتقال ايه مثلا في أدبنا العربي، الأديب ده أسلوبه كويس. أنا لا أرتاح لهذه المسألة. اللغة عندي حالة، يعني كل رواية بتقتضي اللغة بتاعتها، لغة مختلفة. بالظبط. كتاب التجليات اللي حضرتك ضربت بيه المثل ده تجربة يعني حوالين الفقد، الموت والتمسك بالحياة، فكان بيقتضي هنا الميراث الصوفي في اللغة. واللغة العربية، ذروة اللغة العربية في التجربة الصوفية. يعني لما جيت أكتب الزيني بركات، أحد العناصر الرئيسية في الرواية اللغة. أي لغة أنا يعني وقتها كان في رقابة، وأنا كنت بعالج موضوع صعب، موضوع القهر وموضوع التجسس اللي انا سميتهم البصاصين. يا استاذ جمال انا اسفه على قطع كلامك، بس دلوقتي مع فكره مراقبه الانترنت كل مستخدمي الانترنت قال لك الزيني بركات عادي، يعني اشتغل في اعاده احياء لروايتك الشهيره حتى اسما. في فكره انه يعني انا ما اعرفش مين اللي استحضر التعبير ده، بس هو كمان في بلاغه، هو شخصيا اللي عمل كده ده بليغ جدا. لازم النشطاء على الانترنت. هو فعلا انا لما كتبت الزيني بركات انا كنت متعلق جدا بالعصر المملوكي، وقرات مصادر العصر المملوكي، فلفت نظري الحاله اللغويه. يعني في كتاب ابن اياس بدائع الزور في وقائع الدهور تلاقي حضرتك لغه اقرب للعاميه المصريه، لكن لغه فصحى في التراكيب، مفيش خطا. يعني يقول مثلا وفيه أمطرت السماء مطرا مهولا فأوحلت الأسواق وتقلق الناس من ذلك. شوف يا زكريا، أنا حنزل المدينة اليومين دول أكتر من الأول، وهعرف المماليك إن لحم مر. أنت بتقول إيه؟ أنا أقوى من المماليك دول كلهم. بلاش مكابرة يا بركات، صدقني الوضع أخطر مما تتصور. حياة من غير مغامرة ملهاش طعم. اسمع الكلام مرة واحدة في حياتك. مش بقولك يا زكريا انك بدأت تحبني؟ على العموم اكراما ليك انا حنفذ كلامك. طب اتفضل معايا. لا اديني مهلة لحد الصبح اكون رتبت اموري. ساعات لما الواحد يقرأ اعمالك يقول هو معني او مهتم بالتاريخ اكتر ولا باللغة ولا بالأدب المقارن؟ يعني أنت ساعات كلمة كده تقول لا دي أصلها فرعوني، دي أصلها قبطي، دي أصلها عربي. إيه كمان انشغالك بمقارنة المفردات اللي هي الثقافة العميقة؟ يعني اللغة اللي احنا بنتكلمها دي اللغة العامية المصرية دي
جواها ألفاظ كتيرة جدا جاية لنا من العصر الفرعوني من مصر القديمة. يعني كلمة مثلا لما الأطفال يقولوا يا نطرة رخي رخي، كلمة رخي دي كما كانت تنطق بالضبط في العصر المصري القديم. ايه تاني من المفردات يا استاذ جمال بنستخدمها يعني وهي راجع للغه الفرعونيه؟ نغري الطفل بنقول له، مش بنقول له هم هم يا جمال، عشان ياكل. هم هم دي كلمه بتعني الاكل في مصر القديمه. وفي مصر القديمه كان في رفض للموت، ما كانوش. لا استنى، انا مركزه في هم دي، صحيح ده هو احنا ليه بنقوم ده مش في العربي؟ ما انا جاي لحضرتك هم. هم يا جمل. فتصور المحكمه الفرعوني يا جماعه، احنا بنربي ولادنا بالفرعوني لحظه واحده. المحكمه الاوزيريه الايه؟ المحكمه الاوزيريه اللي هو بيرأسها اوزير اله العالم القديم الاخر. فكان بيبقى اولا فكره الميزان فكره مصريه، ميزان العداله. ميزان العداله، لما بيجي الواحد بعد ما ينتقل الى العالم الاخر يروح المحكمه الالهيه دي، فيوضع قلبه في كفه وريشه ماعه يعني الحقيقه في كفه، وقلبه يشهد عليه. فيقعد يلغيه قبل المحكمه، يا قلبي افتكرني انا ما اسأتلكش، ما تشهدش عليا. ده مكتوب فين يا استاذ؟ مكتوب في كتاب الخروج الى النهار، اللي هو معروف خطا في الغرب باسم كتاب الموتى. هو مش كتاب موتى، ما فيش موتى في الفكر المصري القديم، اعتبروا الحياه. انا اسمع عن كتاب الموتى انما عمري ما اسمع ان هو كتاب الخروج. هو بالظبط ترجمه، ده تدوين يعني. الفراعنه دونوه فين؟ في ورق بردي ولا في المعابد؟ بدا في متون الاهرام، الكتابه اللي كانت على الاهرام. انا عايز اقول يعني لمن يعني يمكن ما نعرفش، الهرم ده الاهرامات اللي في الجيزه وكل الاهرامات كانت مغطاه بالكتابه. يعني احنا يعني الهرم هو نص، هو كتاب. والمقريزي اللي عاش من حوالي 700 سنة فقط بيوصف الهرم في زمنه، هو زمن المملوك. فبيقول ان لما بتشرق الشمس الهرم، الكتابة دي كانت بالذهبي، اللون الذهبي، فالأشعة تضرب في الهرم. تخيلي حضرتك المنظر لما تشوفيه من بعيد، يا ترى ايه اللي كان مكتوب؟ يعني دكتور زاهي حواس قال لنا انه قمه الهرم كانت نحاسيه كده فتدي الضي ده، انما ما نعرفش انه كان مكتوب بره. بقول لحضرتك ما وصفه الله المقريزي في الخطط وهو يتحدث عن الاهرام. الاثار ممكن تتغير تماما لو تعاملت مع المصادر العربيه القديمه اللي كانت بتوصف الاثار في وقتها. يعني يذكر المقريزي مثلا انه ابو الهول كان في البر الغربي في الجيزه، وقصاده على الناحيه الثانيه في الفسطاط كان في تمثال، ويقول بالنص اذا مد الخيط بينهما يكون مستقيما. اذا كان في تمثال لابو الهول ثاني ناحيه الشرق. طبعا مصر اتبهدلت زي ما بتتبهدل دلوقتي الاثار. يعني ده قضية كبيرة. يعني سمعت عن أبو الهول اللي اتبنى في الصين؟ أنا زعجت ولا لا؟ أنا شايف إن دي قضية مفتعلة للإخفاء على ما هو أخطر. إن مصر الآن أستاذة منى تجرد من ذاكرتها بمنهجية للأسف، وبدأوا بمصر. يعني أنا بتكلم على العشر سنوات الأخيرة، بدأوا بالآثار الإسلامية. الآثار الإسلامية أو الآثار العربية قليلة، يعني القاهرة دي كلها فيها 620 أثر، اختفى منهم حوالي 40 لغاية دلوقتي، واخد بال حضرتك. أنا بتابع كوارث بتحصل، ودي الحملة اللي عاملاها مكتبة القاهرة يعني لإنقاذ القاهرة. طب القديمة. أنا هرجع نرجع لهم هم. هم ما كملناش. أيوه، الكتاب اسمه الخروج إلى النهار. الخروج إلى النهار بالمصر القديم بيرت إم هارو، بيرت إم هارو يعني كده كان بتنطق بالهيروغليفي كده.
ففي المحكمة بعد ما يوزن القلب، فإذا كان الإنسان مبرأ من الذنوب فيفسح له المجال لدخول حقول يارو اللي هي أول تصور إنساني للجنة. إذا كان مذنب يلقى إلى الحيوان اللي هو جنب أزير، نصه من فوق تمساح والنص التحت أسد، ده اسمه هم هم، يأكل القلب. أدي من هنا جت كلمة هم هم. لو خدنا كل كلمة، كلمة دبش مثلا، كلمة سمن. طب معلش مرة تانية، لأنه مصر الفرعونية هي أول، يعني مصر بشكل عام هي أول من نادى بالتوحيد، أول بقع في العالم عرفت الديانة والتوحيد والحساب والعقاب. يعني ده تلخيص للفكر المصر القديم، اللي حطته مصر للإنسانية كلها قبل نزول الأديان السماوية. شوفي حضرتك، كنت بتقولي دبش بقى؟ في ألفاظ كتير، قاموس كامل يعني. إنما أنا عايز أقول لحضرتك، مصر قدمت للإنسانية حاجتين: الكتابة. تخيلوا كده العالم من غير كتابة كان هيبقى إيه؟ ولا في تاريخ، ولا في أدب، ولا في وسام فارس، ولا في أي حاجة، مش هيبقى في حاجة خالص. يعني احنا الكتابة ها هنا في هذا البلد اخترعت بالظبط. بمناسبة بقى مصر والكتابة واكتشاف الإله اللي وراء الكون، خالق الكون، أعظم جيولوجي اللي هو أطلق على مصر الكنانة دي فجر الضمير، جيمس هنري بريستد. السنة اللي فاتت أنا دعيت لجامعة شيكاغو لتدريس أدبي وبعض النصوص العربية القديمة، يعني أستاذ زائر. فلما وصلت قالوا لي إحنا عارفين إنك أنت كتبت كتير عن بريستد وبتحبه. قلت لهم نعم، أنا أعرفه كويس، وفعلا أنا كتبت وعرفت بكتابه فجر الضمير، ده ترجم سنة 55 تحت إشراف طه حسين. أي حاجة حلوة هنلاقي وراها طه حسين في التعليم. فقالوا لي انت هتقعد مكانه. الاستاذ مايكل سيلز اللي هو الاستاذ في قسم دراسات الشرق الاوسط هناك، وكان قبله مترجم الزيني بركات الدكتور فاروق عبد الوهاب الله يرحمه، هو دعاني وهو اللي بدا الدعوه وتوفي قبل ان اصل الى شيكاغو. المهم قالوا لي انت هتقعد. انا لما دخلت مكتب جيمس بريستد بقيت خايف اقعد على الكرسي. انا بكلم حضرتك يعني بقيت متهيب. انا راجل بسيط وجاي من سيدنا الحسين والجماليه اجي اقعد مطرح جيمس هنري بريستد اللي انا ما كنت يعني كنت بتعامل مع كتابه باحترام وتقدير. صدقي حضرتك يعني انا بكيت. هم اختاروا الفصل اللي كان بيدرس فيه اللغة المصرية القديمة، وما تزال يعني كل أنا كان معد الدرس بتاعي من الساعة 3 للساعة 5، فلما أخش ألاقي السبورة لونها أخضر كده عليها حروف هيروغليفية، لأن الطلبة بيدرسوا. اللي أسس العلم المصريات في أمريكا جيمس هنري بريست. يعني عايز اقول شوفي هم بيقدروا وبيشوفوا ازاي واحنا بنتعامل معاه ازاي. طبعا ده مهم جدا. قبل ما اخد فاصل، حضرتك ليك روايه باسم فرعوني برضو. انا كتبت روايه عن متون الاهرام، مستوحيا فيها شكل الهرم. لا بس عندك رن. رن يعني الاسم. الاسم. اما انت لخبطتنا لما نزلت لنا روايه رين، قلنا مين استاذ انا جاي لحضرتك بالتدريج. متون الاهرام الاول استوحيت فيها شكل الهرم، ورن يعني الاسم، عشان كده المصريين يقولوا ايه، اصل فلان ده ليه شنه ورنه. ليه شنه ورنه؟ الشن اللي هو الخرطوش،
الخرطوش اللي هو اللي بنشتريه من عند السايغ، الخرطوش اللي بقى فيه الكلام الهيروغليفي اللي هو اللي يبقى دلايه، يبقى الرسمه لم دي. يكن يكتب داخل الشن الا اسم الملك الفرعون او بالمصري القديم برعو يعني البيت الكبير، يعني ده كان رمز الحكم في مصر. وامال اسماء الناس العاديه تتكتب ازاي يعني؟ لا ما تتحطش في ال تتكتب بس ما يبقاش فيه الاطار اللي هو اسمه الخرطوش ده. الاطار ده رمز للحمايه. رمز احنا بنسميه الخرطوش. هما كانوا بيسموه ايه؟ شن ولا رن؟ يعني كان يتقال الرن في الشن، الرن الاسم في الشن الخرطوش. اللي هي الخطوط دي. الخطوط دي بتحمي الرن. له شنة ورنة، مش في الفلاحين له اسم ومقام كمان. في الريف عندنا نقول ايه ده بيحوط عليه. يعني انا اذكر ستي في الصعيد كانت تقعد وتقعد تقرا ايات قرانيه وعبارات كده ادعيه وهي بتحرك ايديها، يعني بتحميني من الشر. بتحميني من الشيطان. واخده بال حضرتك؟ فطول كان في اعتقاد مصري طول ما الاسم موجود فالانسان موجود في موجود في اللاوجود. عشان كده كان افظع انتقام يحصل في مصر من واحد يروح شاطبين اسمه، يعني يجي على الحيطه ويروح مدمر اسمه، فهو بيدمره في العالم الاخر. او يكسر مناخيره في الرسم فبيمنعه من التنفس. الفعل يعني الرسم بيساوي الفعل في الواقع. ففي يعني من الحاجات اللي قعدت انا مش قادره، انا اسفه حوارك عظيم وعميق بس مش قادره انسى سرحان عبد الوصير وهو بيسال انا اسمي مكتوب؟ ده هم تلاقيهم طول الوقت انا اسمي مكتوب. أيوة. هو اسمه مكتوب يعني هو موجود في الحياه الدنيا والاخره. طب انا هقول لحضرتك كان في العصور القديمه الانسان بيعرف باسم امه، يعني فلان ابن فلانه. وطبقا يعني الرؤيه الاسلاميه البشر سينادون باسماء امهاتهم يوم القيامه. صحيح. ف يعني دايما كان في حرص على الحفاظ على الاسم، ولغايه دلوقتي لما الواحد يعني يتكتب له يعني حجاب او كده فلان ابن فلانة. وانت بتعتقد ان ده راجع للعصر الفرعوني؟ راجع حاجات كتيره في حياتنا، عناصر كتيره في حياتنا، منها مثلا احترام العيش الخبز. احنا البلد الوحيد في العالم اللي بيسمي الخبز عيش حياه. لا فيه اي بس في شعوب عربيه بنسمي الرز عيش، بتقول انه بيسموه متاخده مننا. مفيش. شوفي هقول لحضرتك، انا من ملاحظاتي يعني قدام اخبار اليوم بيبقى فيه واحد حاطط قفص عيش كده ويجي العمال واحنا خارجين بعد الظهر ينقي وياخد. عمره ما سأل واحد قال له انت خدت كام رغيف. الزبون هو اللي بيقول للعامل عايز كام؟ انا خدت 20. او بيديله مبلغ ما هو بيبصش فيه. فهنه المصري جايز يسرق الشنطه دي، جايز يسرق كتاب، جايز يسرق الا العيش. غريب قوي. الا العيش ما 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 يدخلش معدته حرام. واخده بال حضرتك؟ واحنا انا متربي من صغري ابويا كان بيقول لي لما تلاقي لقمه كسره خد عيش في الشارع على طول. ده وروح حاططها جنب الحيطه عشان ما حدش يدوس عليها. تقليد مصري اصيل. بالظبط. صحيح. بعد الفاصل هنكمل مع استاذ جمال الغيطاني رحله ابحار. انما في عجاله هنروح لمقاله كتبها سنه 2012 ونساله ازاي واتته الجراه والصراحه وجلاء الرؤيه عشان يكتب ما كتب في أخبار اليوم آنذاك. العالم ده مش صدفة، بقيت خايف أقعد على الكرسي. ها هنا في هذا البلد
اخترعت، يروح شاطبين اسمه. تخيل ان هما بيستخدموا شخصيات من عندنا لتلهم الطلبة بتوعهم، برعوا، فهو بيدمره في العالم الآخر. إلا العيش ده كده بدأ غروب الولايات المتحدة الأمريكية يوجه نداء للأمة عشان تخرج، محدش يخرج. يا ابني التحرير منين؟ انتوا عندكم إحساس ببلدكم أكبر مما هي عليه. عنه ما شاف، هاتولنا لعرج تيجي المية تتدحرج. شكسبير مين وبتاع مين؟ إنجليزي مش عايزي. مصر بتهضم أي غريب، والله حصل.